طبعا زي ما احنا اتكلمنا مع كريم من شويه، موضوع الكشف الطبي بالنسبه لسعد سمير خلاص يعني الموضوع اصبح صعب ان سعد سمير يحقق مباراه يوم السبت ان شاء الله للاسف، لكن ان شاء الله النادي الاهلي عنده البدائل الجيده جدا اللي تحل محل سعد سمير بجوار طبعا سليف كولوبالي في خط الدفاع، سواء قرر الجهاز الفني البدء باحمد فتحي في هذا المركز كمساك او ايمن اشرف الاقرب ان هو يبدا في هذا المركز، وخصوصا ان هو الموسم اللي فات لعب كمساك تقريبا في معظم المباريات ان لم يكن كلها كمان يعني بالنسبه لايمن اشرف، وادى بشكل اكثر من رائع، فاعتقد هو اللي هيكون اقرب لتعويض سعد سمير، وايضا في ظل غياب محمد نجيب.